رضا. كون في مغامرة الحجر الصحي اليوم رقم 4 والمرة 3 4 مهم 4 تبعوا معنا المغامرات ديال اليوم. على التلال البعيدة يأتي تيليتابيز للعب والتسلية. حان وقت تيليتابيز. تينكي وينكي تينكي وينكي ديبسي ديبسي بو تيليتابيز تيليتابيز قولوا مرحبا. انا قلتها لكم صدقتونيش، قلت لكم الحجر الصحي غيسطيني غيحمقني وطلقون الله. صباح النور صباح القهوة. يلا فقت اليوم، فقت شوي متاخر علاش؟ حقاش نادي صوتي تغير ما عرفتش علاش. الو سمع صوتي. الو سلام نولي اصدقاء ذاك المحروم عايش مظلوم بين اصحابه. اي رضا ركب ركب نروحوا في الجي. هشام حشوم عليك، تخرجت شوية من الجو أنني صافي نسيت وعودت فكرتيني. هشام حشوم عليك، هشام حشوم عليك. عبسي وعبسي واجي خرج عبسي. أنا دابا باركين في الأوتيل بانكي في الفندق، جاتنا واحد الهدية زوينة بزاف، أنا نوريها لكم في ستوري الجاي يلا. المهم جاتنا هدية عبارة على رسمة، شوف شوف العينين، شوف أنا دابا أنا عيني هكا دابا دخلنا عليكم والله أنا عيني هكا والله إلا طلعت كيوتة. المهم شكرا شكرا بزاف نور ستيب، شكرا بزاف على الرسمة، حبيتها حبيتها وحبيت نفسي حبيت عينيا. شوف 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 الناس اللي كيسولوا على المقالب ديال اليوم، حد الآن راهو عادل باقي ما دار حتى شي حاجة، وأنا إنسان مسالم. أنا شوف أنا إنسان مسالم، دير غندير، ما غديرش ما غنديرش، بقى تما أنا وليت مزياني. صباح الخير، عندي لكم واحد الكلمة على الصباح. ندمت 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 السطر الجاي تعرفوا علاش. اول نهار هنا اللي جينا للحجر قلت لكم ان الفحص ده سهل بزاف، حقاش درنا الفحص عن طريق الفم ديالنا. كلكم قلتوا سعداتكم ناري ما نروش لكم الانف، الانف صعيب والله الا ما تخافوش، ناري الفم سهل الانف اللي صعيب. اليوم الصباح جايين عندنا غنديروا الفحص من الانف. الترجمة، الفحص الاول سويناه من الفم، الفحص الثاني سوف يكون من الانف. شكرا. نديروش التست علاش؟ غادي نديرو هذوك اللي سابقين بيومين. الترجمه، تم تاجيل الفحص. شكرا. الدور ديالي مهم زعما في السطوريات الله يرحمه. شباب كلكم تسالوني على الفيديوهات اليوتيوب، رايد وين الفيديوهات اليوتيوب؟ بدنا فيديوهات يوتيوب. شوف يشوف الكاميرا بليز دوري، هذا فيديو رقم 1، هذا فيديو رقم 2، هذا فيديو رقم 3، ثلاث فيديوهات جاهزين. وين ها كلشي مزيان، ثلاث المقاطع موجودين، لازمهم بس الايديتينغ، يعني لازمهم بريمير برو. فاش كنشعل بريمير برو شوف شنو كيطرى، ها شنو كيطرى فاش كنشعل بريمير برو، ها هو شعل هو طفى. شكرا. نعاودوا مره ثانيه باش تشوفوا شنو كيطرى، يعني نعطيو للحياه فرصه ثانيه. ها هو كيتشارجا 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 كيتشارجا، ها هو دخل ها هو طفى. شنو عطوني حل عفاكم، حل بغيت حل. ليكيب كي دخلت للجيم تفكرت باللي رضا راه داير حجر، سيتادير من جيم تيدير الجيم. ستوري الجاي سبيسيال مو غير رضا. هشام احنا دابا غنديروا الرياضه. جاوا ما سيدي قال لك مايمكنش ندير الرياضه مايمكنش ندير الجيم وانا في الحجر. بغيت نوريك دابا واش انت كدير الجيم هنا؟ دابا واش انت كدير الجيم؟ راه انت اللي محجور. انت اللي محجور هشام. شوف شوف يا مريضه ممكن، لكن الساط هشام عنده الكيلوات باش كيهز. انت شنو غادي تهز في يدك؟ دابا كنت حداني داوي معاك والله حتى جيت تفهم. لا شوف شحال كاع الاوزان موجوده. هزت 5 كيلو غادي تفهم. فكر فكر باش تحداني بالقوه، شي تحداني زعما بالحيله تاعك سي با دراما. ونزيدك شي ثاني يا هشام، حنا اصلا اللي ما بغيناش نمشيو للجيم، ما الجيم اصلا عندنا شتي؟ صحي لا ما نبغيهاش. واليوم كيما وعدتني رغدة وقالت لي خرجك من الاوتيل فوالا وطلعنا رضا. هذا سبيشال رضا. رضا احنا طالعين انت محجور 17 او 18
بعد مني عادي عادي بعد مني عادي لا عادي عادي بعد ريوي شنو قلت لي عادي قبل ما نمشي عادي شنو قلت لي قبل ما نمشي ما تسوقيش كيسوني خايف منك صاحبي عادي شنو قلت لك يا شمال اطلق مني عادي شنو قلت لك يا شمال انا قلت لك ما تلاقى الا تلاقيتي مع رغده اصلا عندك شروط شروطك الاتي ستوري الجاي بربي حتى اليوم الشرط الاول دابا انا بالك حدا عادل الا بغيتي تهضر مع رغده خصك تكون بعيد عليها جوج متر عادل لاباس بحال هكا بحال هكا الا سولاتك ولا هضرات معاك وكان السؤال ديالها طويل الجواب ديالك خصو يكون في كلمه رضا يلا نمشيو نشربوا قهوه اه لا 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 ما تشربوش واريضة تبني نورمال هذه اختي عادي ما فيها والو اه تعالوا قعد جنبي شو قلتي لي تعالوا قعد جنبي قال لي زوج مترات استغفر الله غفور الرحيم داري بس ماش جاي يحشم على اصله من بعد كنا كنوريوكم الهدايا اللي كيجيونا في الاردن دابا جا الوقت نوريوكم الهدايا اللي جاونا في اكادير اللي جاونا في المغرب شكرا بزاف بزاف هذا الصيد ديال عادل وها هو الصيد ديالي انا في جميع الهدايا شكرا بزاف بزاف لفاطمه الزهراء للي خطيكم